تسعى السعودية لدخول المجال العالمي ليس فقط من بوابة السياسة بل من ميادين أخرى، فما جديد خطوتها المقبلة وماذا ستفعل بعد قطر؟ أعلنت المملكة العربية السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2034 للمرة الأولى، ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً رسمياً جاء فيه: بقيادة الاتحاد السعودي لكرة القدم يهدف عرض 2034 إلى تقديم بطولة عالمية المستوى وتستمد الإلهام من التحول الاجتماعي الاقتصادي المستمر في السعودية والشغف العميق لكرة القدم في البلاد. حول هذا الأمر أكد الأمير محمد بن سلمان وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية أن رغبة المملكة بطلب استضافة كأس العالم هي انعكاس للتقدم الذي أحرزته البلاد في جميع القطاعات، وسرعان ما برزت المملكة كمركز رائد ووجهة دولية لاستضافة الأحداث الكبرى بفضل تراثها الثقافي الغني وقوتها الاقتصادية وطموح شعبها. وأعربت اتحادات كرة القدم في الدول العربية عن دعمها لملف السعودية باحتضان أكبر بطولات العالم، ومن الاتحادات قطر والكويت والبحرين والعراق والأردن وفلسطين واليمن وسوريا وموريتانيا ولبنان وغيرهم، إضافة للاتحاد الآسيوي. الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية نشر عبر حسابه على منصة إكس: خطوة كبيرة نعيشها من خلال إعلان نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، ما نشهده اليوم تحقق بفضل الله ثم بالدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا. من جهة ثانية، اعتبر رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن السعودية قادرة على استضافة كأس العالم، لكن يتعين اختيار الوقت المناسب لاحتضان قارته الحدث العالمي في عام 2030 أو 2034. واستضافت قارة آسيا المونديال مرتين في تاريخها، عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان و2022 في قطر التي كانت أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف كأس العالم، ووصفها الفيفا بأنها الأفضل على مر التاريخ. يتردد اهتمام السعودية باستضافة الحدث العالمي المقام مرة كل 4 سنوات. وفي أعقاب ذلك المونديال دخلت السعودية بقوة على خط سوق انتقالات كرة القدم، فضمت إلى دور المحترفين لديها عددا كبيرا من نجوم اللعبة، بدءا من البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي افتتح عهد الجذب إلى المملكة برواتب هائلة. هذا وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس اختيار المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة نسخة عام 2030 من بطولة كأس العالم.